السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان الأخوات الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو ديال الحصيلة الوبائية اليومية في إيطاليا، في المغرب، وكذلك في بعض البلدان الدول العالمية. كذلك الإخوان غادي نمشيو نشوفوا العديد من الأخبار، ومنها خبر مفرح جدا للناس اللي عالقة في فرنسا وغترجع للطاليان، كذلك ورسميا يعني كنتكلموا على الحوايج اللي هي رسمية. كذلك غنمشيو نشوفوا بعض الأخبار اللي يعني كتروج على الفيروس كيفاش غيكون في المستقبل ديالو، وكذلك غادي نحاول نشوفوا الأرقام ديال الناس اللي في السجن، شحال من واحد مرض وشحال من واحد تشافى. نبداو بالأرقام ديال الحصيلة الوبائية. كما غتشوفوا معايا هنايا، كاين اليوم تسجلت 992 حالة، يعني مقارنة بالأمس راه كاين واحد الارتفاع طفيف. العدد الإجمالي ديال الناس اللي تصابوا من بداية الوباء راهم 223,096. كنتكلموا على أنه اليوم الوزارة راه غادي تخرج الأرقام ديال المناطق على حساب شحال تزاد الوباء منطقة بمنطقة، يعني غيعرفوا واش غيخرجوا ولا ما يخرجوش، ما عرفتش. ولكن راه اليوم الدولة يعني الوزارة ديال الصحة بمقدورها انها تشوف الناس اللي خرجوا، يعني هذاك الفازي دو فاش بداش تغيير اللطرة، يعني واش تزادوا الحالات، شحال وصلت النسبة ديال هذاك اللي دي شير ريكونت زيرو، يعني هاد النسب كلهم راه اليوم غيبانوا ان شاء الله للدولة بعد الوزارة ديال الصحة. فيما يخص الناس اللي تشافوا مقارنه بالامس راهم قل، ولكن ديما كنتكلموا على 2747 شخص اللي تشافوا في اخر 24 ساعه، والعدد الاجمالي ديال الناس اللي تشافات في ايطاليا راه كيرتفع ل 115,288. كنتكلموا على اللي ارقام اللي هي ما شاء الله راه كبيره، الحمد لله، وراه الناس غادا كتشاف اكثر. كذلك كما قلت لكم على هذا الرقم ديال 992 راه رقم متوسط، يعني ما عاليش بزاف وما صغيرش، ولكن ربما هذا راجع لعدد التحاليل الكبير اللي دارت ايطاليا. وغنمشيو نشوفوا كذلك العدد ديال التحاليل اللي داروا في ايطاليا اليوم. كذلك الناس اللي توفات اليوم للاسف كيطلعوا وكيفوتوا ال 200، كيوصلوا ل 262 شخص، والحالات الاجماليه راه 31,368 شخص اللي ديكلاراو بلا راهم ماتوا بالكوفيد. كذلك الناس اللي كتاخذ العلاج ديالها راه 76,440، اي بفارق يعني 2000 شخص و17 قل من البارح. نمشيو نديرو اطلال على المغرب قبل ما نمشيو نشوفو الاخبار. المغرب اليوم اخوان سجل 95 حاله في اخر 24 ساعه، الارقام هذه راه ديال 6 ديال العشيه. العدد الاجمالي ديال الحالات المؤكده من اللي بدا عندهم يعني الازمه ديال الوباء راه 6607. كذلك الحالات اللي تم الاستبعاد ديالها راه اليوم غير في اخر 24 ساعه تم الاستبعاد تقريبا 2000 شخص، داروا لهم تحليل لقاهم نيجاتيف وتم الاستبعاد ديالهم، يعني حاجه ممتازه. المغرب راه يعني دار اكثر من 2000 تحليله اليوم. كنتكلموا على 71,315 واحد اللي دارت التحليله اجماليا من بدا الوباء وتم الاستبعاد ديالهم، يعني المغرب راه فات تقريبا 80,000 تحليله اللي داير مزيان. فيما يخص الناس اللي تعافوا اليوم في المغرب راه كنتكلموا على 179 شخص اللي تعافى في اخر 24 ساعه، والطوطال راه كيوصل 3310. كنتكلموا على نصف الناس اللي مرضوا في المغرب خادوا يعني تعالجوا وتشافوا الحمد لله. للاسف اليوم كيتزاد واحد جوج الناس من بعد ما المغرب 3 ايام وهو كيسجل صفر حاله ديال الوفاه 3 ايام، وهو رقم كان يعني ممتاز. اليوم للاسف كيتزادوا جوج الناس الله يرحمهم الله يوسع عليهم. النسبه ديال فتك الفيروس راه ديما قليله 2.88. الناس اللي ياخذوا العلاج دابا راهم 3107. كذلك نمشيو نشوفوا الاخبار. كما قلت لكم الاخبار قبل ما نمشيو نشوفوا الاخبار، نشوفوا المناطق في ايطاليا وشحال فيها من حاله. كيف ما كتشوفوا معايا راه مقارنه بالامس لومبارديا راه تزادوا فيها بزاف، يعني ربما هاد الناس اللي كنت نقول لكم انا اللي غيبداو يبان لينا في الفاز دو اللي خرجوا في 4 ماجور هما هادو تقريبا. علاش؟ حيت البارح سجلنا 3394 شخص، اليوم 522. هادشي في لومبارديا. في ايميليا رومانيا 77، البارح كانوا 50. في الفانيتو 32، البارح كانوا 31، يعني الحاله مستقره. عندنا 151 في البيمونتي قل من البارح. عندنا لي ماركي 15 شخص. عندنا في ليغوريا 65، كامبانيا 9 الاشخاص، توسكانا 30 شخص، سيشيليا 12 شخص، لاتسيو 41، اللي فينيسيا جوليا راه 5 الاشخاص، ابروتسو عندنا 9 الاشخاص، بوليا 9 الاشخاص، لومبريا شخص واحد فقط، البارح ما كان حتى شي شخص، بولسانو 3 الاشخاص، كالابريا 3، سردينيا نيسون كازو البارح كان غير واحد واليوم ما حتى شي حاله، فاليدا اوستا عندنا 3 الاشخاص،
وكذلك ترينتو ثلاثة الأشخاص، موليزي جوج الناس، وفي بازيليكاتا ما كاين حتى شي شخص، البارح كانوا تسجلوا جوج أشخاص. فيما يخص الأخبار السريعة اللي غادي نمشيو نشوفوها يا إخوان، كما غتشوفوا معايا هنايا راه كيف ما قالت لومس، يعني منظمة الصحة العالمية كتقول باللي راه الموجة الثانية ديال الفيروس اللي غتجي في الصيف، يعني في البرد، يعني في الانفيرنو فصل الشتاء، غتكون خيب من هذه الموجة اللي كاينة دابا من ناحية الأموات. هذا الشيء قالها يعني الديريتوري ديال منظمة الصحة العالمية، يعني الرئيس ديالها هو اللي قال هذه الهضرة. يعني راه كنهضروا على منظمة الصحة العالمية، ماشي زعما كاين هي مؤسسة. يعني قالت من ناحية الأموات راه غتكون غيموتوا ناس بزاف كثر. هو اللي كيبقى الحاجة اللي هي الواحد كيتمناه هما يلقاو جلبة لهذا الفيروس ويخرج للوجود، باش بنادم يبدا يجلب باش الفيروس يحبس. لوفتانسا قالت لهم هنا من غتبدا في شهر 6 دير الرحلات، ومن الاول ديال شهر 6 حتى الاخر ديال شهر 6 غادي تحاول دير اكثر من 1800 رحله في اسبوع، يعني 1800 رحله في اسبوع في بزاف ديال يعني المناطق في اوروبا، ديما المانيا وفي اوروبا حيت لوفتانس المانيا. كيف ما كتشوفوا معايا الخبر اللي مزيان هو هذا ديال الناس غادي ترجع تبدا تاخذ الرحلات ديالها ما بين فرنسا وايطاليا بالترينات. يعني راه ديجا كاينه رحله يوميه حاليا، وغيبقاو غاديين وكيزيدوا في الرحلات حتى غادي يكثروا. ولكن ديجا دابا حاليا راه كاينه رحله من باريس لميلانو عبر التران ما بين ايطاليا وفرنسا، يعني يقدروا الناس اللي واحد فرنسا يقدروا ياخذوا هذه الرحله يا اخوان. كذلك ما بين الاخبار اللي كاينه هو انه ما بين واحد يعني الابحاث اللي كانوا كيقول لك راه تقريبا 8 مليون ديال الطاليانيين يقدروا يكونوا تعرضوا وتصابوا بالكوفيد من بدايه الازمه، يعني هنا في ايطاليا. وخا حنا عندنا مسجلين غير 222 الف حاله اللي في الاجمال كامل هي اللي مديكلاريا، راه قال لك تقريبا 8 مليون ديال الناس في ايطاليا كامله يقدروا كانوا يعني تعرضوا لهذا الوباء وتعرضوا لهذا الفيروس وتصابوا به وما حسوش به. كذلك بونافيدي الوزير ديال العدل راه تيقول لنا بلي راه في الحبس تسجلت 110 الحالات ديال المحابسين اللي كانوا بوزيتيف، ثلاثة راهم كيتعافاو و 98 راهم ديجا تشافاو. يعني ارقام اللي يعني كنهضروا على كاع دوك الناس اللي تقريبا مرضوا في الحبس راه تقريبا تشافاو. كذلك نمشيو نشوفوا الحالة الوبائية في العالم. كيف ما كتشوفوا معايا الحالة الوبائية في العالم، امريكا البارح سجلت 21000 تحليلة، البرازيل البارح سجل 11555 إصابة، ماشي تحليلة، إصابة. كذلك اليوم البرازيل 7000 إصابة، البرازيل راه غادي كيتزادوا في الإصابات بزاف، وغادا يعني في غضون الأيام القادمة غدوبل إيطاليا ودوبل حتى الدول اللي هي مصابة بزاف. إسبانيا راه عندها 1551 حالة اليوم، روسيا 9974، كذلك الانجليز عندهم 3446 حاله. فيما يخص الدول الافريقيه والدول المجاوره للمغرب، غادي نمشيو نشوفوا عندنا مصر زادت عدد 398 حاله اليوم، توفى 15 شخص الله يرحمهم، وكذلك في الجزائر توفوا 7 الاشخاص، والعدد الاجمالي ديال الناس اللي لقاوهم بوزيتيفيون في الجزائر راه 189. الجزائر كنتكلموا راه غاده يعني بواحد السرعه اللي كبر من كبر من المغرب، يعني المغرب 6593، الجزائر 6442، ولكن تشوفوا الفرق ما بين الحالات اللي تزادت في المغرب والحالات اللي تزادت في الجزائر. كذلك جنوب افريقيا راه كتبقى يعني من اكثر الدول كدير التحاليل، كنتكلموا على 386 الف تحليله، كذلك مصر كدير تحاليل بزاف، المغرب 86 الف تحليله، 76 الف تحليله. والجزائر الرقم ديالها ما عرفتوش واش هو الرقم الرسمي ولا رقم غير، يعني ما كيتجددش، ربما يقدر يكون قديم، يعني جاتني غريبه تكون 6500 حاله اللي دارت للتحليله اللي دارت. هذه هي الخلاصه ديال الحاله الوبائيه اخوان في العالم، في المغرب وفي ايطاليا. كنتمنى تكون انكم استفدتم من هذه الحلقه. تهلاو في راسكم والى اللقاء.